ايه رايك بقى يا ماما؟ ماما ماما انتي مش سامعاني؟ بتكلميني يا نوى؟ بقول لك ايه رايك في الفستان؟ اللهم صل على النبي التبارك الخلاق. مش واسع شويه ماما؟ وريني كده. لا كويس كويس قوي، اوعي إيه تضيقيه. سنتي واحد بس يا ماما. ولا ملي عشان ينفعك بعد الفرح. ولا انت ناويه ترميه بعد ما تكلف شيء وشويات؟ شيء وشويات ايه بس يا ماما؟ ده انا يا دوبك هلبسه ليله الفرح وبعد كده سيبهولي، يعني تشحتيه لاي واحده تكون محتاجاه ولا حتى تبيعيه. ايه ده دام ابيعه ولا شحاته؟ وده كلام برضه يا نهى. امال ناويه تعملي بيه ايه؟ تكونيش ناويه توضبيه على قدك وتلبسيه لبعض وتعيده بقى لذي مره؟ يا بنتك ايه يا دلبت؟ لا صحيح يا ماما، قولي لي بقى ناويه تعملي بيه ايه؟ ده الشيء الوحيد اللي هيفضل من ريحتك بعد ما تسافري يا ماما. انا اللي جبت ده كله لنفسي. يعني يا حاج يتوفينش غير على اللي ياخدها ويتغرب بيها مكان العرسان مليين الدنيا. يا ماما هي امريكا دي فين؟ في كوكب تاني؟ هي برضه في الدنيا. ما دام ابعد من السعوديه وابو ظبي تبقى مش في الدنيا خالص. خلاص انا هكلم رجائي في السعوديه وابراهيم في ابو ظبي واقول لهم يشوفوا لي عريس عندهم واروح اقعد معاهم عشان ماما بقى تبقى تنبسط. ربنا وحده يعلم ان قعدتكم جنبي انتوا الثلاثه هو الشيء الوحيد اللي كان هيحصل. منك لله. ايه ده يا ماما؟ بتبتدي عليا؟ بدعي على الغربه اللي بتفرق الاهل وتبعد الاولاد عن امهم. قولي لي يا ماما احط البروش ده هنا ولا هنا؟ باي خانه تعجبك يا درغامي؟ انت مغلوب مغلوب مغلوب. وبعدها لك يا حاج هي كان يا عشره تغلبني فيها ومرسي كمان. طب العب العشره الثالثه بقى يا عم. كفايه كده وافتح دكانك وشوف اكل عيشك. اوه يا سيدي ما الزباين عارفه ان ساعتين عندهم دول انا برتاحهم. العب العب. اللي يشوفك وانت مهلوف على اللعبه كده يقول ده من حلاوه القعده. ده احنا مش عارفين نفرد دراعاتنا من الزنقه. والقهوه مالها بقى الزحمه كده؟ هي القهوه بس اللي زحمه يا حاج. الدنيا كلها اتزحمت. ده انا بيتهيألي مفيش حد قاعد في بيته الا انا. ده انا بيتهيألي هيجي عليا يوم اقول بنايس الساعتين اللي بقعدهم في القهوه دول كمان. لا لا تزهق يا حاج. قعدة المعاش اجارك الله. اسالني انا ولا فتحت دكان البقاله ده من شويه؟ ما انت يا اخويا قاعد على القهوه على طول وسايب. هو انت يعني بتقعد فين؟ يا سيدي ده تسالي جنب الطاوله. العب العب يا عم. كفايه كده خلينا لبكره نكلمنا عمر. الحساب يا شوكه. العب بالظبط. لا يحصل ابدا. اتفضل انت بالسلامه. اصل انا قاعد شويه وحاطط شاي تاني وابقى حاسس. عندك واحد كله يا سيدي الدوم الصحوبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هات شاي يا شوكه. لا يا حاج عناية جاي. هو انت كل ما تقعدي لوحدك هتسمع اغاني السفر دي؟ ايش حل لو ما كانتش البنت لسه جنبك؟ امال لما هتسافر هتعمل ايه؟ اللي هتعمله انت يا اخويا. لا انا ما احبش اسمع غير اغاني الافراح والليالي الملاح. مش احنا داخلين على فرح برضه؟ ربنا يجعل ايامنا كلها افراح. وبالك بتقوليها من تحت السالب كده والعياذ بالله. يا اخويا سيبني خليني اروح احضر لك الاكل. احنا مش في الاكل دلوقتي. واحنا كل ما نسطر عين من العيال ونقول حمل ونذاع تقعد تنكد على نفسك كده؟ مش كويس عشانك وعشان السكر والضغط اللي عندك. يعني بتهتم قوي بصحتي؟ امال هتهم مني يا حاجه؟ كنت اشتريت خاطر. ايوه وايه تاني؟ قعدت البنت جنبك ما برضه مصيرها كانت هتتجوز سواء كان الدكتور ممدوح ولا غيره. دي امريكا يا حاج. امريكا توديها امريكا ولا ايه؟ مش هينزلها مصر قبل 3 سنين يعني اذا شقتلها
وحبيت اشوفها بعد جمعه بعد سنه. هروح فين بقى واجي منين؟ لا تروح انت زي ما بتروح الرغائف السعوديه وابراهيم في ابو ظبي. انت بتتاري عليا، ما انت عارف ان انا ما رحت لهمش طول مده حياتي. ونوها تفرق ايه يعني؟ عشان ما هي بنت والصغيره والكلام الخايب ده. ده مش كلام خايب يا حاج. قلت لك ان الرجال عندهم ستاتهم مالين عليهم بيوتهم. قلت الكلام ده مليون مره. وهي كمان عندها جوز وهتخلف عيال يملوا على حياتها، وانا قلت برضو الكلام ده مليون مره. اسره عايز مني ايه دلوقتي؟ عايزك تنبسط وتصلي لربنا وتشكر ايه اللي انعم علينا بالذريه الصالحه وادانا العمر لحد ما وصلنا كل واحد منهم لبر الامان. حمدها وشكرها الف مره. بس بعد الشكر ما فيش بس ويلا شوف لنا حاجه ناكلها احسن انا واقع من الجوع. حاضر. قبل الحق هي الدكتوره نهى فين؟ ايه ما بتاكليش ليه؟ افتكرت ايه تاني ما اشتريتهوش؟ اصل انا مش رايحين امريكا، رايحين كفر الناموس. اشتري ايه بس؟ انا ما بفكرش في كده. امال في ايه؟ اوعي تقولي في ماما. صعبان عليا قوي. تاني يا دكتوره؟ ما تجيبيها على بلاطه وتقولي انها لسه بتعيد نظر. بتعيد نظر في ايه يا دكتور؟ فيا؟ مش يمكن لسه مش عايزاني ولا شايفه لها شوفه تانيه؟ ما تبقاش سخيف بقى، وبطل تقولي كلام بايخ يستفزني. هو في كلام تاني يتقال؟ بعد ما قعدت استرضيها ثلاث شهور؟ انا مش عارف. مطلوب مني اقول لها ايه بعد اللي قلته؟ مش مطلوب منك حاجه خالص. ولعلمك بقى اللي عاملاه ماما ده شيء طبيعي جدا، ما حدش يقدر يحس احساسها غيرها هي. بكره يبقى عندك اولاد وتحس بيها. طب اشمعنى باباكي مش عامل زيها؟ ايه؟ ما بيحبكيش قدها مثلا؟ مين قالك كده؟ مين قالك ان هو مش عامل زيها واكتر كمان؟ ما جبتليش سيره يعني عن الموضوع ده قبل كده. لاني عارفه انه مداري احساسه، وعارفه كمان ان هو اقوى منها. وهو كمان عارف ان اللحظه دي بيمر بيها كل الاباء، والشاطر اللي ينتصر عليها ويخليها تعدي. طب وانتي؟ انا ايه؟ انت صارتي على اللحظه دي ولا لسه؟ يا ابني هو انا لسه عشتها؟ مش لما بسافر الاول بقول لك. يا ما نفسي اسافر دلوقتي. ايوه عشان تاكل على ماما الاسبوع اللي فاضل وتخليها تعيد نظر فيك بصحيح. يا رب يا رب فوت الاسبوع ده على خير وتخلي حماتي ترضى عني تاني. الظاهر اني بفهم دكتور ما كملش تعليمه. امري لله افهمك من الاول. رسميه رسميه يا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه يا حاجه؟ رجعي على التليفون. رجعي يا حبيبي. الو الو رجعي. ازيك يا حبيبي؟ اهو وزي سوسن والولاد بيبوسوا ايديك. انت بخير؟ طيب الحمد لله. الفرح؟ طبعا. بدي تيجي يا ماما، هناخد اجازتنا السنويه ونحضره معاك. تيجوا بالسلامه يا حبيبي. كفايه بقى الدهون، عايز اقول له حاجه. اخوك ابراهيم؟ لا لسه ما كلمنيش. اسمع يا رجال، انت تطلبه في ابو ظبي وتاكد عليه انه ينزل هو كمان. يا ست ما اتكلم الجمعه اللي فاتت وقال انه نازل. اوعى يا رجال ما تجيش انت واخوك. تسلم يا حبيبي، مع السلامه. باباك معاك اهو. ايوه رجاي. اوعى تنسى اللي قلت لك عليه كده. طب الحمد لله. لا نوها كويسه، هقول لها انك كلمت وبتسلم عليه. مع الف سلامه يا حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. مع السلامه. ايه بقى اللي انت مش ناسيه وفاكره كويس قوي؟ ده بابا بيفكرني بالمبلغ اللي كان طالبه مني المكالمه اللي فاتت. ال5000 جنيه برضو؟ تمام، ال5000 جنيه. ومن فضلك تلتزمي باللي اتفقنا عليه وما تتدخليش خالص في شؤون الماليه. ما تدخلش في شؤونك ليه؟ هي شؤونك لوحدك. جرى ايه يا سوسه؟ هو انا بتدخل في مصروف البيت؟ ما انت بتتصرفي فيه على مزاجك. وانت بقى عاوز تتصرف في اللي هيفضل على مزاجك. اللي بيفضل بنحوشه عشان الشقه اللي هنبنيها في بيت باباكي، مش ده اللي اتفقنا عليه؟
لا مش ده، احنا اتفقنا نبعت لبابا كل فتره المبلغ اللي بنحوشه عشان هو يكمل بنا، بقى لنا 9 شهور ما بعتناش ولا مليم. وهنبعت له ليه؟ ما احنا نازلين اجازه شهر بحاله، وهنكمل بنا باللي هنقدر عليه بنفسنا. وانت مش عايز بابا يكمل ليه؟ انت مش واثق فيه؟ ايه دخل الثقه في موضوعنا دلوقتي؟ جرى ايه يا سوسه؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ انت مش عايزه تبعت لبابا مساعده؟ هي دي مساعده؟ دول 5000 جنيه هيعمل بيهم ايه؟ اللي المفروض يعمله كل اب هيجوز بنته. هو انت مش بتقول انهم هيسافروا امريكا يقعدوا هناك 3 سنين والعريس عاوزها بشنطتها؟ بشنطتها المليانه، زي ما حضرتك جيتي هنا بشنطة فيها الحد الأدنى من لوازمك الشخصية. بس انت بقى عارف ان بابا حاطط لي في البنك الفلوس اللي حفرش بيها شقتنا لما تخلص، يعني كده بالعربي مجهزني. اديكي جبت الفايدة. انا بقى ابويا راجل غلبان، موظف على المعاش على قد حاله، عايزان اقف اتفرج عليه وهو بيحاول يسطر بنته قدام عريسها. يسلم، والخمس تلاف جنيه دول هم اللي حيسطروها قدام عريسها. ابراهيم اخويا حيبعت زيهم، رغم ان ظروفه هو ومراته اسوأ مننا. وبقولك ايه، ممكن نقفل الموضوع ده وما نتكلمش فيه تاني. وماله يا رجاء، اعمل اللي انت عايزه، بس خليك فاكر كويس انك مش مراعي ربنا فيا ولا في ولادك اللي محتاجين لكل قرش عشان مستقبلهم. راعي ربنا في ولادي وامي وابويا؟ لا، ست تزهق. الحمد لله على السلامة يا دينا. الله يسلمك يا ابراهيم، ايه الزحمة اللي جوه دي؟ ما هو ده موسم عودة المدرسين، والحمد لله ادي احنا عدنا. الحمد لله. ايه؟ بتبص على حد مستنينا؟ حد مين؟ ما انت عارفة ان احنا عاملين لهم مفاجأة. على الله بقى نلاقي تاكسي يوصلنا. تاكسي؟ هو الأتوبيس راح فين؟ أتوبيس؟ أتوبيس إيه بس يا دينا؟ هنركب الأتوبيس ومعانا شنط. إيه المشكلة يعني؟ أنا أشيل شنطة وأنت تشيل الثانية. أيوة بس. بس إيه يا إبراهيم؟ إحنا أول ب 30 40 جنيه. يا ستي يعني هي جت على 30 40 جنيه دول؟ نشتري بيهم حاجة حلوة ندخل بيها على العروسة. إحنا كمان هنلف على الحلوانية وشايلين شنط. بقول لك إيه؟ أنسى، شيل يلا. شيل إيه بس يا دينا؟ شيل بقى يلا، ورايا. وراكي. إبراهيم. إزيك يا نهى؟ وحشتيني قوي. الحمد لله على السلامه يا اخويا. دينا وحشتيني الحلوه دي. وحشتيني قوي قوي يا نور. لا ده احنا حلوين قوي يا عروسه. قولي لي الحاج والحاجه فين؟ بابا على القهوه وماما في بيتها. ادخل لها. معايا قوي. قولي عرفتي امتى وازاي؟ بس خدي نفسك الاول، مفيش وقت قبل الحاج والحاجه ما يبصوا علينا. يا حبيبي يا ابني اهدي صوتك بالخير يا ضلايا. ربنا يخليك لينا يا ماما، وما حرمناش منك ابدا. طمني. ايه؟ بتاكل كويس؟ بتنام كويس؟ الحق انت ما قلتليش بيتك شكله ايه؟ واسع ولا ضيق؟ استني بس وانا هجاوبك على كل ده كده مره واحده. طمني بس يا ابني، عايزه اطمن عليك. اطمني يا ست الكل. المدرس اللي قدامك دوت اللي بقاله سنه واحده بس عمل شعبيه في مدرسته محدش عملها قبل كده ابدا. يعني الكل بيحبوك يا ضنايا؟ طبعا، وعايزين افضل عندهم على طول وما انزلش مصر ابدا. انت بتقول ايه؟ ناخد قلت لهم لا لا يمكن، هي سنه واحده بس ولازم ارجع لام حبيبتي ونور عيني اللي ما اقدرش استغنى عنها ابدا. يا ضنايا. ولا اقدر استغنى عن طبق الكشك الجميل اللي محدش يقدر يعمله زيها ابدا. هعملهولك النهارده. طب سلمي الاول على دينا، تلاقيها دلوقتي مستلمه نهى فاتحه لها محضر. ايه دول؟ قلت لك ده ليهم، مش عايزه ابراهيم يشوفهم. ايوه بس انا مش فاهمه. انت حره، لو شافهم هياكل عليك النقطه بتاعتك وهتخسري قدهم بالظبط. حبيبتي يا دينا بس كتير قوي. اخسى عليك، ده احنا اخوات. هو احنا عندنا كام عروسه؟ انا الاخرى بقول الحته النوره كلها يا جميل. اهلا يا ماما. غالي قوي. وحشتيني. الهي اشوف عوضك عن قريب يا قادر يا كريم. في حياتك يا ماما ان شاء الله. طب انا نازل لبابا على القهوه. طيب تجيبه وتيجي على طول. اوعى قعدك جنبه يلعبك طاوله. انتي
كمان اوعي تنسي اللي احنا اتفقنا عليه. هو احنا اتفقنا على حاجه؟ الكشك يا حاجه الكشك. اهلا اهلا، نورت بيتك ومطرحك يا ضنايا. عمك درغام يا عم قام وسابنا عشان نتكلم. واحنا لسه هنتكلم؟ احنا مش مروحين البيت. الله، اللي هنتكلم فيه لا نعرف نقوله في البيت، وانت بتجيب عنه سيره بجوابات. مش فاهم يا حاج. يا ولا قصدك يعني احنا اتاخرنا ليه لحد دلوقتي؟ ايوه، اذا كنت قصدينها يبقى كفايه السنين اللي فاتت دي، وان الاوان بقى عشان نشوف لكم ابراهيم صغير ان شاء الله يا حاج. لما ربنا يريد. ونعم بالله يا ابني، كله باذن وارادته، انما برضه من حق ان نطمن. ايه هي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بس في امل، الدكاترة قالوا لي ان في حالات كتير اسوأ من كده، مع العلاج بتنجح ونتيجتها مؤكدة. خلاص يا ابني ولا تزعل، خلينا في العلاج واللي يعمله ربنا هو اللي يكون. انا مش زعلان يا حاج، مش زعلان، بس العلاج هو اللي ليه كل يعني بياخد جزء كبير قوي من المرتب، وانت عارف ان دينا ما بتشتغلش ولا وهي عايشين على مرتبي. انا كنت اعرفها ازاي دي؟ بس ولا يهمك يا ابني، اخوك هيجيب لي مبلغ نقسمه بيننا احنا الاثنين ونمشي حل. لا لا يا حاج، المبلغ اللي انت طلبته مني انا جبته معايا، انا لازم اساهم في جوازة اختي. انا ما قلتلكش الكلام دوت يعني لما فتحنا الموضوع وحاولت افهمك ظروف اللي انت متعرفهاش. وادين عرفتها، بس ما تشيلش هم يا ابني، انت ولاد حلال وانا امك بندعيلكم، واللي يدعيل ابوه وامه لا عمره الغرب ولا ينضار. ربنا يخليكم لينا ويطول لنا في عمركم. ويخليكم لي يا ابني، يطول لي في عمركم. الله، كلام هياخدنا. يلا بينا عشان نحاول نشتري حاجة قبل ما نروح. الحساب يا شوكة. اتفضل يا دكتور. ايه ده حاج؟ ده انت كتر خيرك يا ابني. هو ده الموضوع اللي مش لازم حد يسمعه. انا اعرف ان حضرتك جايبني هنا علشان. اسمع يا دكتور ممدوح، المثل بيقول يا ابني اذا كنت اخوات اتحاسبوا، وانت عملت اللي عليك واكتر شويه كمان. انا عملت ايه؟ حضرتك فهمتني ظروفك وانا وافقت عليها، وبعدين الفلوس دي. الفلوس دي يا ابني حق ناقص لبنت عند ابوها، المفروض يسطرها قدام جوزها، وما دام الجهاد اتاجل لغايه ما ترجعوا بالسلامه يبقى خلي الفلوس دي معاك، معدل طول العمر. ربنا يديك طول العمر وتجوز ولاد ولادها. البركه فيكم انتوا يا ابني، احنا خلاص ادينا رسالتنا، الدور والباقي عليكم انتوا، ربنا يعينكم على ايامكم اللي جايه اللي محدش عارف هيبقى شكلها ايه. على العموم يا حاج، تاكد ان انا مش محتاج الفلوس دي، وكل اللي اتعهدت بيه قدامك انا ملزم انفذه بالحرف الواحد. انا عارف يا ابني، عارف انك ابن ناس وابن اصول، والا ما كنتش وافقت تجيب بنتي بشنطه هدومها. ربنا يديم المعروف يا حاج. ايه يا جماعه، ما يلا بقى الغدا جاهز والعيال مستنيينكم. اتفضل يا حاج. اتفضل يا ابني، اتفضل اللي جاي وراك. في ايه يا حاج؟ كان بيكلمك في ايه؟ هو لو كان بيتكلم كانت بنتك اتجوزت يا رسميه. انا مش فاهمه حاجه. احسن، ده من نعمه ربنا عليك انك لسه عايشه في سنه 48، السنه اللي اتجوزنا فيها. بتريا يا سوسو. دلوقتي يا رجائي، هديه دي اللي هتشتريها دلوقتي من السوق الحر، ما شرتهاش من السعوديه ليه قبل ما نيجي؟ خلاص خلاص، هبقى اشتريها بعدين. نشوف تاكسي. تاكسي ده ايه؟ حاسينها ليموزين. على فكره انا غيرت رايي، هاخد الاولاد ونروح عند بابا في حدائق الاب. ما يصحش يا سوسن، احنا متفقين نروح للحاج والحاجه الاول. اروح اعمل لهم ايه في الحر ده؟ الولاد يسلموا على جدهم وجدتهم، وانت تباركي لنهى. يسلم، هي مش فرحها بعد بكره؟ نبقى ساعتها نسلم على بعض كلنا. مفيش فايده فيكي.
اهدى كله اهدى كله. وانا كمان طبعا يا حاج، واحنا لينا بركه اللي انت وانا هلحق افصل دول امتى؟ طب يا اخويا كنت اجيب لهم بدله جاهزه عشان نحضر بيها الفرح. فرح؟ وانت هتعملوا فرح؟ انتوا شفتوا حاجه على الضيقه كده؟ لا يا بابا، مع اصل الضيقه ده فرح ماما يبقى برضه اسمه الفرح. طب ده انا الود ودي كنت اعمل ايه؟ تحكي وتضحكي عليها الحته كلها. بس بقى يا حاج، هو احنا كل ما نتفق على حاجه هتعيدها تاني؟ وليه لا يا بابا؟ واحنا عندنا كام نوع؟ مالكش دعوه انت بنوع، انا والدكتور قاعدين ومتفاهمين على كل حاجه. كده؟ طب يا ستي، على العموم هديتك هتنزلي تشتريها بنفسك وتفضلي من دلوقتي. يا صلاة النبي، انت كله. ايه النقطة يا حاج؟ مش برضو بيسموها كده؟ ربنا يخليك ليا، يا أحلى أخ في الدنيا. وأنت يا حاج؟ اتفضل. نقطتك كمان. يعني مش عارف. مش انت اللي طالبهم مني يا راجل؟ طالبهم ده ايه يا حاجه؟ دي فلوس، ده انا كل ملكه، الولد وماله لابيه. ربنا يبارك لي فيكوا يا ابني. سايبانوها؟ شايف اخواتك بيعملوا ايه عشانك؟ شايف يا بابا، ربنا يطرح فيهم البركه ويحببهم في بعض دايما يا رب. عشان كده خلي الفلوس دي معاك يا رجاء. واخليهم معايا ليه يا حاج؟ بعدين هتعرف. يعني اخوك ابراهيم اتاخر يا بنتي، مش قال انه هيتغدى عند حماته ويرجع قبل اخوك ما يوصل؟ عندك شاي ميزه تصلحه؟ ايوه. انت بتلعب ايه تاني؟ ده بسكك في اليد. اهلا استاذ ابراهيم، اتفضل. اتفضل يا ابني. اتفضل ايه بس؟ يعني هقعد اتفرج عليك وانت بتتغلب؟ ما تزعلش يا سيدي، حلال عليك العشره دي كمان يا حاج مصطفى. ده لسه ما خلصتش يا سيدي. انا بفهمها وهي طايره، ما دام الاستاذ ابراهيم جه يبقى هو عاوز ينفرد بيك زي ما عودنا. راح فين بس يا عم درغامي؟ يا ابني بقى اروح افتح الدكان واشوف اكل عيش فرصه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف ايه اللي بيعجبني فيك يا حاج؟ اللي اعرفه انك تهت بس المره دي مش عارف. فوازيرك اللي ما بتخلص. فوازيري؟ زمان واحنا صغيرين كنت تقول لنا الفزوره وبعدين تحلها، دلوقتي تقولها وتسيبنا لايصين. مش فاهم. النهارده الصبح رجاء اداني 5000 جنيه. ودي فايقتي. وانا اول ما جيت اديتك زيهم. مظبوط تمام. طيب حلها لي انت بقى. انا كنت عاوز احل دي سهله قوي. بالعكس دي صعبه قوي. شوف يا ابراهيم يا ابني، فلوسك اللي اديتها لي كان لازم اعجل واديها لعريس اختك، لانه داخل على سفر وجايز عاوز يدبر نفسه ومحتاج لهم في حاجه. عداك العيب. ليه بقى الفلوس دي ترجع لي تاني عن طريق رجائي؟ عشان الحاجه اللي ربيتكم عليها تفضل جواكم وما تتوهش في زحام الدنيا اللي بقى الاخ فيها يتوه على اخوه. وايه بقى هي الحاجه دي اللي خايف عليها لتوه؟ احساسكم ببعض، الحب اللي لازم يفضل بينكم في الحلوه والمره. عشان كده بقى خليته هو اللي يديني الفلوس بنفسه. عشان هو اللي هيفضل لك وانت اللي هتفضل له بعد ما اموت. حاج مصطفى، انت اعظم اب في الدنيا. انت رايح يا استاذ، امسك نفسك. احنا في قهوه مش في البيت. بس برضه لازم تاخد الفلوس دي، انا مش محتاج لها. وانا كمان مش محتاج لها. ازاي بس؟ بعد اختك ما تسافر انا امك مش هنحتاج الا الحاجة واحدة بس. ايه هي؟ احفادنا يزيدوا واحد. مع السلامة يا دراي، تسافر وترجع لنا بألف سلامة. الله يسلمك يا ماما. شوفش البخيرات تكون يا حبيبتي. مش هوصيك يا ممدوح يا ابني، خد بالك من نهى وحطها في عينيك الاثنين. نهى في عينيا يا عمي من غير ما توصيني. فرق والناس مش هيجيب ابوس العمل. مش خلاص بقى؟ مش نروح بقى؟ اي
خلي بالك من نفسك يا نهى، اوعي تتاخري عليا في الجوابات. هتوحشين هتوحشين يا يا نهى. استاذ ايه؟ روح لمامتك طوح عنها شويه. يلا روح. ايه يا حاجه؟ ايه 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 يا نهى؟ ايه يا حاجه؟ خلاص انت كده ارتحت مننا احنا الثلاثه. ها انت عارفه بقى انا لو منك ها تعملي شهر عسل جديد مع الحاج. مسافر مسافر وخايفه لما تسافر على البلد الغريب. مهندس يا عمر بقى يصحى فوق. ايه ايه في ايه؟ صباح الخير، ما انت سامع؟ ايه ده تاني؟ قصدك عاشر ودور النهارده على شاديه؟ هو امبارح كان مين؟ انا فاكر هو كل يوم مطرب شكل غنوه شكل. وبعدين يا ابو طارق؟ والله ما انا عارف يا ابو خليل. امال هتعمل ايه بقى لما انا وانت نسيبها بعد يومين ونسافر؟ بس لو ظروفي تسمح كنت خدتهم معايا. حتى لو بتسمح، طب ما انا ظروف احسن منك وياما اتحايلت عليهم وهم اللي رافضين. لازم وافق، انا مش هقدر اسافر بعد الظروف الجديده ديت، وانا شايف ماما عاملاها مندبه وعماله تعيط. ريح نفسك، انت عارف انهم مرتبطين بالبيت ده قد ايه ولا يمكن يبعدوا عنه دقيقه واحده. وبعدين يا باشمهندس هو مفيش بقى غير دينا مراتك. يعني يا رجلي مش حاسه بيهم يا بنتي. شوفي لي حاجه حط فيها شويه ميه وملح اوام. انا اسمع يا حاج، لو اعرف كده ما كنتش اتحايلت عليك عشان تخرجي معايا. هي دي خروجه برضه؟ ده المشي اللي مشيناها النهارده كان يودينا اسكندريه ونرجع تاني. انتوا رجعتوا؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك يا بابا. يا رجعتي مالك يا حاجة؟ انت وحدي ولا ايه؟ اسخن يا اخويا اسخن. المشي اللي مشيته النهارده عمري في حياتي ما مشيته. انت عملت فيا ايه يا دينا؟ مش حضرتك قلت لي افسحها عشان تنسى شويه؟ ونسيت. ابدا ما كان لهاش سيره غير نهى وسفرها، وسفرنا احنا كمان. انت بتتوش شو بتقولوا ايه؟ ابدا يا حاج، انا داخله اجيب لك الميه والملح. الميه والملح ايه اللي هتجيبيه؟ الله بقى ساحه الباش يعملوا فيكي كده يا حاجه. اللي قول لي يا حاج مصطفى، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ يوه الدنيا ياما بيجرى فيها كل يوم. الا اللي شفته النهارده. خير شفت ايه؟ اتوبيسات متزنقه في عربيات، وعربيات متزنقه في خلق الله، واذا بس حبيت تحط رجلك في اي حته الف من يذوقك ولا يقول لك اسف ولا حتى لا مؤاخذه. مش قلت لك يا حاج؟ مش قلت لك انت لسه عايشه في سنه جوازنا؟ الدنيا اتغيرت واتزحمت يا سوسو. طب الدنيا اتزحمت واتغيرت واخلاق الناس اتزحمت هي الاخرى؟ ايوه انزحمت باللي نساه حلمها وطولت بالها. البني ادم النهارده لسانه اتعوج، كلمه معلش بقت اذا كان عبك، ومبروك بقت جاتنا ليله في حظنا، وشد حيلك بقت الهي انكسر. حتى السلام السلام بقى اتقل كلمه على اللسان الا اذا كان وراه مصلحه. سلام قولا من رب رحيم. على كده لو بنتي بقت رحمت ونفدت بجلدها. ليه؟ علشان سافرت امريكا؟ امال على الاقل مفيش هناك الزحمه ديت والناس يعني اخلاقها حليمه ومؤدبه. مين قال كده بس يا حاج؟ دي افحم بلد في العالم بعد اليابان. هي اخرى؟ يوه على الاقل اخلاقنا احنا اللي انزحمت بس، واكيد اللي انزحم هيجي يوم ونوسع له. الدور الباقي بقى على الفاضي والمخلوق اللي مهما اتملى هيفضل فاضي زي ما هو. عليك نور يا حاج، لاحسن الحاجة هتقلق وتخاف على نهى. معلومة اقلق بعد اللي سمعته ده. المهم البيت يا حاج، التربية، اللي لقى حد يقوله ده يصح وده ما يصحش،
ده عيب وده حرام. لو عاش على اي ارض عمر اخلاقه ما تتغير ولا لسانه هيتعب. هو ده الكلام؟ طمني يا حاجه، الزرعه اللي زرعناها في ولادنا عمرها ما هتدبل ولا هتموت ولا عمر الريح ما تقلعها حتى لو كانت شديد. يبقى عمار يا مصر مهما اتزحمت بولادك وزقهم ولا قالوش حتى لا مؤاخذه. لا مؤاخذه في دي الكلمه يا درغام يا اخويا. اتفضل يا حاج. شايفك كده عمال تلف وتدور بقالك ساعه، ايه عايز تقول لي حاجه؟ ايه ده؟ اعلان بالبيع؟ الضرايب حاجزه على الدكان يا حاج. انت اخويا معايا كل يوم، ما جبتليش سيره حاجه زي دي. انا كنت فاهم في الاول انها حاجه بسيطه، لكن لما وقعت الفاس في الراس ما قدرتش بقى اقول لك وعكن عليك فرحتك بجواز بنتك. لا حول ولا قوه الا بالله. ما انا ياما قلت لك ياما قلت لك يا درغام يا اخويا خد بالك من تجارتك، ما سمعتش كلامي. ما عادش يجي منه بقى يا حاج، اللي حصل حصل. وناوي تعمل ايه يا اخويا؟ هسيبهم يبيعوا. ايوه بس الدكانة صغيرة وما فيهاش بضاعة تكفي الفلوس اللي هم عايزينها دي كلها. لا ما يريد ربنا بقى اللي يعمله يعمله. لا حول ولا قوة الا بالله. ما انا ياما قلت لك يا درغام ياما قلت لك خد بالك من تجارتك، ما سمحتش كلامي. ما عادش منه فايدة يا حاج، اللي حصل حصل. وناوي تعمل ايه يا اخويا؟ هسيبهم يبيعوا الدكان. ايوه بس الدكانة صغيرة وما فيهاش بضاعة تكفي الفلوس اللي هم عايزينها دي كلها. أو بياخدوا بقى اللي ياخدوه والباقي قسطوه عليا أو يعملوا اللي يعملوه. حتى لو قسطوه هتدفع منين؟ ده أنت معاشك يا دوب يكفيك 10 أيام في الشهر. اللي يعمله ربنا بقى كله كويس. الزحام الزحام يا درغام. زحام؟ زحام إيه؟ الزحام اللي توهك وخد يومك لقعدك على القهوة نفع. ولا تجارة لقت اللي يصحى لها. انا ما كنتش عاوز اقول لك عشان كده انا قايم. ايه ريح فين بس؟ استنى طالع انام. ده هيبقى في قهوة ولا دكان ولا نوم كمان. نام نام يا درغام واحنا قبل النوم ما يتزحم ولا نلاقيش احلام. هل انت اللهم اجعله خير بخوك طالع نخلة عالية وبيقطف البلح منها ويرميها على الأرض وانت راكب عربية بس الظهر ما فيهاش بنزين لأن الخلقة عمالة تزقها. طب وده تفسيره ايه يا ماما؟ تفسيره يا بنتي والعلم عند الله ان النخلة العالية دي هي الطيارة اللي اخوك ركبها وسافر بيها امبارح. طب والبلح اللي عمال يرميه ده؟ فلوسه اللي مش قادر يتهنى بيها ولا مراته اللي مسطبة عليها اول باول. طب وعربيه ابراهيم اللي الناس بتزقها؟ اهي دي تفسيرها بقى يا بنتي انكم هتاجلوا سفركم لغايه ما زقكم انا واقول لكم اتفضلوا سافروا مع السلامه. دي مش احلام دي يا حاجه، دي رغبات مكبوته. رغبات ايه؟ ايه الرغبات اللي بيقول عليها دي يا بنتي؟ يعني يا ماما اللي حضرتك بتتمني ان هو يحصل بتشوفيه وانت نايمه. اديني صاحي اهو كامل عقلي بقول لكم ما تسافروش. يا ريت يا حاجه يا ريت، احنا ما نقدرش ناجل اكتر من كده. وبعدين احنا قاعدين معاك بقالنا شهر اهو، انت ايه ما زهقتيش مننا؟ عشان خاطر يا ابراهيم بلاش تسافر بكره. طب خليهم بعد بكره حتى. ان كان عليا انا يا ماما الودي ودي ما سافرش وافضل جنبي، بس ابراهيم يوافق. اوافق على ايه بس؟ اوافق عاجبك كده يا حاجه؟ عاجبك كده؟ اهي احلامك هتيجي على دماغي. يا اخويا ولا دماغك ولا حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحضر الغدا يا حاج. اذا كنتوا جعانين تعالى يا ابراهيم. حاضر. هو مين اللي داخل كده وشايل الدنيا على دماغه؟ هحضر الغدا. ياه ده أسوأ خبر سمعته في حياتي. مع انك ما توقعش على عمك درغام الا من 25 سنه بس.
والدور الباقي اللي ملازمه 50 سنة أكتر، وبعتبره أكتر من أخويا. طب وأنت حضرتك يعني في إيديك إيه علشان تعمله له؟ في إيدي يا ابني اللي ما تهوش في الزحمة زي اللي بيتوهوا. الزحمة؟ المشاكل. المشاكل اللي خدت الناس من بعضيها. صحيح حالي من حاله، لكن على الأقل أنا أولادي كبروا وشالوا عني مسؤولية كبيرة. أنا إذن حضرتك. استنى أنا ما خلصتش كلامي. كلامك معايا ملوش غير رد واحد. أنا هروح أجيب لك اللي المفروض تتكلم بيه مع صاحبك. أيوة يا بابا. فلوس رجائي زي ما هي. يا إبراهيم يا ابني أنا. أنت إيه؟ خايف تتوب في الزحمة؟ طب ما أنا كمان خايف أتوب زيك. عشان كده هفضل ماسك في إيديك. ربنا يخليكوا لي يا ولادي. ايه الحكايه؟ انتوا مش ودعتوا بعضكم في البيت؟ في ايه؟ انتوا بتصوروا فيلم اسمه الوداع؟ عاجبك كده؟ انا مش قلت لك بلاش تيجي المطار، هتقعد تتريق علينا ايه؟ اخسرك يا ابراهيم، وبعدين بابا يزعل. لا لا لا، خدوا راحتكم، خدوا راحتكم، نبقى ناخد الطياره اللي بعديها. الله يجازيك. ولا كنت وفيت ان الحاجه دي تيجي معانا، كنت عملت ايه؟ ولا حاجه يا ماما، كنا برضه هنحجز النهارده ونسافر في طريق بعد بكره. قدامي قدامي يا لمده قدامي. مع السلامه يا اولاد. الله يسلمك. خدوا بالكم من بعض. نشوف وشك بخير يا حاج. انا اول ما اوصل هتصل بيكم يا بابا. ها مع السلامه. مع السلامه يا بابا. الف سلامه يا بابا. يا ابراهيم ايوه بابا. شفت ازاي كنت هنسى؟ ايه دي؟ دول 10 دولار كنت مدكنهم من الفلوس اللي بعتها لي اخوك الشهر اللي فات. خليها معاك يمكن تنفع. كنت تنفع في ايه بس دي يا حاج؟ مش جايز تشربوا شاي في الطياره ولا حاجه؟ شاي ايه يا حاج؟ المشروبات والمأكولات في الطياره مجانا على حساب التذكره. خليها معاك والسلام. ولا اقول لك اعتبرها بركه. بركه؟ فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ اسمع ما اقول. لا يا حاج، انت لازم تعرف ان انا برضو طالع لك بفهمها كده وهي طايره. وعقلك قال لك حاجه ده مش قصدها؟ لا 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 يا حاج، عقلي قال لي اللي انت تقصده بالظبط. بس انا بقى عايز اقول لك حاجه. العشرة دي حتى لو حطينا قدام منها 100 صفر مصطفى الصغير مش هيجي غير باذنه هو بس. ادعي لي يا بابا. ادعي لك من قلبي يا ابني، ادعي لك من قلبي. خلاص ركبوا الطيارة واستنيتهم لحد ما طاروا. طاروا من العرش كلهم وفضي علينا. ما فاضلش غير ايه؟ عصفور وعصفورة هيقعدوا يتناقشوا مع بعض لغاية العصفورة ما تطلع عين العصفور، يقوم العصفور هوب واخدها وطاير. والنبي انت فايق ورايق يا حاج. ايه مش مصدقاني؟ طب شوفي بقى العصفور هياخدك ويطير ولا لا؟ هيطير على فين ولا فين ولا فين؟ الله يا ابني يا حبيبي، العبوا بعيد شوية وجعت قلبي. بعيد فين يا حاج؟ ما انت شايف الجنينة كلها قدامك اهي زحمة. مش بقولوا المدارس دخلت؟ أمال العيال دي جت منين؟ ما تيجي نقوم يا اخويا. نقوم نروح فين بس؟
لأي مكان تاني هنصرف فيه الشيء الفلاني. نروح بيتنا بنعيشها قاعدة. يا أختي عشان تقعديني جنب المسجل بتاعك وتهريني أغاني سفريات. أختي أي هو كل اتعورتي. أنا لا يمكن أقعد في الجنينة دي دقيقة واحدة في الزحمة دي. ومن سمعك ده أغاني السفريات أهون. على مهلك يا حاج. خلي بالك السلمة مكسورة. ايه وقفت ليه؟ السلمة تهزي يا حاج. ايه انت اخرى؟ تلاقي عربية تانية كبيرة داخلة الشارع ولا حاجة. يا حوتي حسيت؟ دي اتمنى. دي زلزال يا حاج زلزال. يا حاج اهدي سليمه ان شاء الله. خير يا درغام؟ مش باين يا حاج. البيت اللي بعدكم وقع وبقىكم تراب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجيراننا حد منهم جرى له حاجة يا أخويا؟ أهو شوية تعوروا والباقي يا رب تستر يا رب يا رب تستر يا رب. أنت قادر على كل شيء يا رب. مالك مخضوض كده ليه؟ أنا أول ما سمعت إن في زلزال حصل في مصر سبت شغلي وجيت جري عشان نتصل بيهم ونطمن. اطمن، أنا فضلت قاعدة جنب التليفون يجي ساعتين لغاية الخط ما فضي وعرفت أتكلم. يعني كلمتيهم؟ طب مش قولي كده من الأول. هو أنت مديني فرصة أقول أي حاجة؟ طب باباكي ومامتك كلمتيهم ولا لسه؟ بابا وماما؟ هما أنا كنت بتكلم مع مين؟ رجعي أنت مش مركز معايا ليه؟ بتقولي إيه؟ يعني انت اطمنتي عليهم هما بس وما كلمتيش الحج والحجه؟ لا بقولك قعدت جنب التليفون ساعتين على ما عرفت اتكلم برضه تقولي الحج والحجه. وبعدين انت مش عرفت الخبر من الشغل ما اطمنتش عليهم من هناك ليه؟ ولا انا بقى كنت اسيب العيال وشغل البيت وافضل قاعده جنب التليفون طول النهار كده؟ يا سوسن هي مشاعرك تجاه ابويا وامي وصلت للدرجه اللي تخليكي ما تحاوليش تطمني عليهم في مصيبه زي دي؟ يوه مصيبة اللي بتتكلم عنها هتعملها حكاية؟ ما تزعلش التليفون عندك اشبع بيهم. الو ابراهيم سمعت اللي حصل؟ قدروا لطف. الحمد لله الحمد لله. ما عندكش فكره التليفونات عملت فيا ايه؟ 5 ساعات بحاول اتصل بابوك وامك لحد ما عرفت اكلمهم. بتقول كلمتهم واخبارهم ايه؟ ها طب الحمد لله. لا انا اطمن خالص البيت سليم ما جرالوش حاجه. يا سيدي الحاج والحاجه هم اللي قالوا لي كده بنفسهم. يا يعني انا اتصلت في الوقت المناسب. طب اطمن. لكن شفت الخط ده يا ابو طارق؟ الزلزال في مصر انا افتكرتها شائعه. أنا لميت كل اللي قدرت عليه وبشوف الشنطة يمكن تكون عاوزة تحط فيها حاجة. أنا مش هسيب بيتي يا مصطفى. تاني يا رسمية ما قلت لك إنها حاجة مؤقتة لغاية ما ننكس البيت ونرجع له تاني. هستنى لو سبته مش هرجع له هنا تاني أبدا. وليه التشاؤم ده؟ الحكاية كلها 2 3 شهر بالكتير وكل شيء يرجع زي الأول وأحسن كمان. وتقول عليك شقتنا يا مصطفى. الشقة اللي شافت أفراحنا وأحزاننا وأفنينا فيها عمرنا كله. ده أنا ما خرجتش في عمري كل منها إلا يجي 10 مرات أقوم أسيبها شهر ولا 2 ومن عاد
هيزيدوا ولا ينقصوا؟ ان شاء الله هينقصوا. صاحب البيت اكد لي ان توك ما يجمع الفلوس للسكان هيبدا في التنكيس ويوقف عليه بنفسه. وعرفت عايز مننا كام ولا لسه بيحسبها؟ لا، كل ساكن هيدفع 5000 جنيه تحت الحساب. وممكن يزيدوا وممكن ينقصوا. وهتجيبه منين؟ انت لسه فاضل معاك فلوس. يا ست مش المهم ده دلوقتي، المهم نخرج من هنا ونضمن سلامتنا وبعدين يبقى ندبرها. طب ما تاخذنيش بقى يا حاج، ما تزعلش مني، انا لا يمكن اقعد في بيت حد غريب. هو ضرغامي حد غريب ده اكتر من اخ، ومراته بتحبك وبتودك وبتتمنى كمان انك توديه. اودها بس ما تبقاش على نفسها شهور ما مش عارفه عددها. وغير كده انت ناسي مطرحهم قد ايه؟ دول مطرحين اثنين وصاله، غير قرايبهم واولادهم اللي بيجي لهم كل وقت. تقدر تقول لي هيبقوا يقعدوهم فين؟ يا ست هو ادرى بظروفه، وبعدين احنا مش هنفرض نفسنا عليهم، ده هو كتر خيره اللي عارف. ايوه، ما هي العشره اللي بينكم تحتم عليه انه يقول لك اتفضل عندي، بس احنا كمان لازم يكون عندنا ذوق ونظر ونقول له لا كتر خيرك متشكرين، احنا عايشينك لوقت عوزك. وفي وقت عوزك اكتر من كده؟ تسمع رايي يا اخويا. والله كان معقول اسمع. اتفضل. متشكر يا ابني. محروق عينيا، طلع الحاج اوضه 12. اتفضل. متشكر يا على فكره يا حاج، انا جبتكم في اوضه 7 احسن من اوضه 12، ما يلزمش اي كده بقى يا حاج. لا يا ابني كتر خيرك. مالك يا حاج؟ سلامتك يا حاج. ما كانش عاجبك اشوف له كنبه تانية كويسه؟ عبال ما تفضي الشنطه انزل اشوف حاجه ناكلها. تحب تتغدى ايه؟ اللي تشوف يا حاج. على العموم مش هتاخر عليك، عن اذنك. البشاميل وانا محروس. اوام محروس بالتمام. اؤمر يا سيهاوي. سمعت؟ قال يمين. ده بقى اسم البعيد. هي ايه العباره بالظبط يا سيهاوي؟ العباره هي قدامك بسلامته منزل لي خطين ميه من عينيه وعمال يدموع، ما يعرفش ان الميه نشفها الهوا. وريني كده. الله 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 الله، وتنشفها انت ليه بس لا مؤاخذه يا سيهاوي؟ امال انا هنا بعمل ايه يا قوي؟ الله، هو الأب محروس واخد الجدة دي وموديها على فين؟ هيكون على فين بس يا معلمي؟ على النقطة طبعاً. أنا مش قايل لك يا هوا تبقى تتأكد من الزباين الطيارة دي قبل ما تسكنها في اللوكاندا. وأنا يعني أعمل إيه؟ هفتش جيوب الزباين قبل ما أسكنهم يا معلمي. ربنا يتوب عليا بالشغلانة دي. أنا غلطان اللي ما سمعتش كلام المدام بتاعتي وقلبتها سوبر ماركو. أجيب لك شيشة يا معلمي. لا يا أخويا، هات لي الزباين اللي تدفع. يا دي النكد اللي مش هنخلص منه ابدا. اهو انت كده كل ما اجيب لك سيره الفلوس تهب وما اعرفش اتكلم معاك. هو انت بتتكلمي؟ انت يا بتطلبي حاجه يا ملويه في وشي. وهو انا بتكلم
إلا لما بتقولي ما معيش أجيب لك منين؟ مش كفاية الشقة دي اللي صممتي ناخدها وبدفع فيها نص مرتبي؟ آه، ولا أنتي بتعاقبيني عشان مش قادر على طلبات حضرتك؟ طلباتي أنا؟ ليه بقى؟ هي الشقة اللي بتتبني دي شقة أنا لوحدي؟ ولا تكونش عايز بابا يجهزني وكمان يبني لك الشقة؟ شقة إيه اللي مصرباة عليها؟ إحنا هنسكن فيها بكرة؟ ده إحنا لسه قدامنا 3 سنين على ما نرجع. إيه اللي هتتكلفه الشقة النهاردة؟ هندفع أضعاف أضعاف السنة الجاية. أديني لما نزلت الأجازة اديت لباباكي كل الفلوس اللي معايا. عايزاني أعمل إيه أكتر من كده؟ تعمل السلفة اللي قلت لي إنك ممكن تعملها. يا حبيبتي دي كانت مجرد فكرة، لكن لما فكرت فيها كويس ودرستها لقيت إن حزنق نفسي من غير مناسبة. هو في مناسبة أهم من البيت اللي هيلمنا؟ وكمان المرتب هيقل ابتداء من الشهر ده، ولا نسيت القرار اللي بلغوني بيه امبارح؟ لا ما نسيتش، عشان كده بقى لازم نلحق نخلص الشقة قبل ما يطلعوا قرار تاني ويستغنوا عنك خالص، وساعتها مش هنلاقي حيطة تطوينا. بقول لك إيه؟ أنا راجع تعبان وعايز أستريح، ممكن نأجل المناقشة دي ليوم تاني؟ طبعًا، ما أنا مش الحج ولا الحجة، ولا كان زمانه رمى نفسه في البحر واداهم عينيه. لا يا حاج مصطفى، أنت مزعلني، ما كانش العشب. أزعلك يا درغام يا أخويا لو أنا اللي مش عايز، إنما أنت عارف بقى الستات وتحكماتهم الفارغة. يا راجل ده إحنا كنا هنشيلها في عينينا. إيش حال لو كانش البيت في ظهر البيت ومشتركين في حيطة واحدة؟ الحيطة بس اللي مشتركين فيها يا درغام يا أخويا، ده عمرنا كله يا راجل يا طهير. طب قول لنفسك، صدق بالله أنا عمري ما حسيت بالدين اللي في رقبتي إلا دلوقتي. دين؟ وانت في رقبتك دين؟ طبعا، الفلوس اللي سلفتها لي وفكيت بيها الحجز بتاع الدكان عمري ما حسيت اني سلفتهم. وده صحيح، وانت كنت سلفهم. طريقتك دي بقى وبتعمل فرق بيننا وبين بعض، حاسس باني لازم اروح بيتنا ابيع عفش بيتنا واسدلك الفلوس. تبقى انهطلت على كبر يا درغام يا اخويا. امال انت عاوزني اقعد اتفرج عليك وانت في زنقه واكتف ايديا؟ ومن قال اني في زنقه؟ بيني وبينك انا كنت مدكن قرشين لحين ما يوفيني الاجل ويبقوا مصاريف الخارجه اللي منه. بعد عمر طويل ربنا يجعل يومي قبل يومك. ربنا يطول في عمرنا احنا الاثنين. الاصل انا اديت صاحب البيت القرشين وقلت له قبل ما تكمل تنكيس هكون مكملهم. ايوه طيب، وهتكملهم منين؟ منين؟ من المرتين اللي عندي يا درغام يا اخويا. ايه ده؟ وانت باني عمارتين وانا مش واخد بالي؟ ولادي الاثنين رجائي وابراهيم. الله، ما مش دول بونا برضه واحسن من مليون عماره؟ معلوم، ربنا يخليهم لك ويطرح لك البركه. اتصلت بيهم وقلت لهم على اللي حصل؟ ابعدين الناس دول يا دوبك راجعين من اجازه وصرفين اللي وراهم واللي قدامهم، قلت ادوهم فرصه يشموا نفسهم. ايوه يا راجل، دفعت اسبوعين والراجل صاحب البيت قدامه اسبوعين او ثلاثه ويخلص تنكيس. يا سيدي اما يخلص تنكيس يفرجها ربنا. طيب ومصاريف اللوكان ده؟ انت بتدفع كل يوم 12 جنيه، معاشك ما يكفكش تقعد نص شهر؟ يا سيدي لما نعيش النص الاولاني نفكر في النص الثاني. الله الله، اجري يا درغام، انت هتضيع علينا القعده ولا ايه؟ الطاوله بسرعه يا سوكه. يا حاج، يا حاج مصطفى، انت بتندهلي يا ابني. كلمه لو تسمح. تحت امرك. لا مؤاخذه يعني، انا بس حبيت ابلغك ان احنا هنا بنعمل فول وزبادي اكسره ما تلاقوهمش في اي محل بره. هي الحاجة طلبت من حد يشيل لي كل زبادي؟ الله، انت مش دريان ولا ايه؟ كل سنة وانت طيب. انت بالصحة والسلامة. لا انا اقول يا اخواتي رمضان هيقل علينا بعد يومين، واحنا ولا احنا هنا؟ الزحام الزحام يا حاجة. قولنا انشغل اللي نسانا الايام من بعضيها. قول لي يا حاجة، انت ما فوتش على البيت؟ انا لسه جاي من هناك. طب وايه الاخبار؟ هم بيشتغلوا كل اسبوع ولا اتنين بالكتير ويخلصوا. يا من نفسي اروح اشتغل معاه، البيت وحشني قوي يا حاج. ومن سمعك يا حاج ان شاء الله هنعيش. تعرف يا حاج
أنا بس دلوقتي حسيت إن الخمسين سنة اللي عشتهم في بيتي دول كانوا كلهم أعياد. ربنا سبحانه وتعالى بيفاجئ عبده بحاجات عشان يفكروا بالنعمة اللي اداها له هو مش حاسس بيها. بس احنا عمرنا ما نسينا فضله ولا نعمه علينا. عشان كده لازم نفضل حامدين وشاكرينه في الحلوة والمرة. ده اختبار اختبار يا حبيبي. يا رب رجعنا سالمين لبيتنا وضلل علينا بحيطان وسمعنا عنه كل خير ببركة الشهر الكريم ده. الزحام اختفى والشارع ارتاح. كل من كان له بيت اتجمع فيه مع الأحباب. كده بقى قبل ما رجائي ينهفها. ماما عشان اجيب بيت الاكل. يا ماما ماما الواد ده مفجوع على فكره. هادي الطبق ده حطيه هنا قدامي. الله امال فين المحشي والسلطه؟ الله انتوا مش عاملين صينيه بطاطس؟ الله يا حاجه يا ابني ما كل حاجه جايه. انت بتصبح كده ليه؟ ما احنا صايمين معاك. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد. ربنا يعدوا علينا بكل خير يا رب. وانت بالصحة والسلامة يا حاجة. يلا عودي بقى. أيوة حالي. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت. يلا يا ولاد بسم الله. حاجة أنت مش سامعاني ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس كده يا ياسمين؟ غصب العين يا حاجة. أول مرة نفطر فيها بره بيتنا. أمال الأولاد يعني كانوا معانا رمضان اللي فات ولا اللي قبليه؟ أنا كنا برضه لوحدينا. لا، روحة كانت معانا وكنا بنفطر في بيتنا في الشارع. وحيد الله حمار. خدي خدي تريحي ثيابك عشان نصلي المغرب ونفطر. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت. إيه ده كله؟ زي ما أنت شايف الفطار ده غير بتاع امبارح. بدأنا موال كل يوم. موال ده ايه؟ هو في حد صايم غير انا وانتي؟ لا. امال ايه لزوم السفه ده؟ سفه؟ ايه؟ كمان مش عاوز اطبخ؟ هو احنا كنا كلنا اللي اتطبخ امبارح، لما ترميه وتطبخي غيره؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ اتفضل اديني الموشح اللي ما بيخلصش. لا موشح ولا احزنون يا هانم، انت المفروض تتقي الله في اموال جوزك، انا ما بلاقيهاش في الشارع. أنا شقيان بيها. شقيان شقيان، عرفنا يا سيدي إنك شقيان. حد كان قال إنك جاي تتفسح، عارفين إنك جاي عشان تشتغل وتجيب فلوس نبني بيها البيت. قلتيلي بقى، أنت بتعنديني عشان قلتلك إني مش هبعت لباباكي فلوس. عندك ده إيه؟ وبعدين على فكرة بقى، طريقتك دي تطلع الروح وتسد النفس. طب يا هانم عشان تسد نفسك بصحيح، اتفضلي. ايه ده؟ الزحام. الزحام ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. الزحام اللي ملى الادارة اللي انا بشتغل فيها، عشان كده هيخفوها شوية وينقلولي فرع تاني في بلد بعيدة. هتتنقل؟ فين؟ مش مهم فين، المهم انه بتلت المرتب. تلت المرتب؟ فطلع هاني مفطري بالهنا والشفا. وما تنسيش بكره تعملي فطار جديد. دينا دينا طمني يا ابراهيم، الدكتور شاف التحاليل الجديده؟ ما هو ده اللي اخرني لحد دلوقتي. طب طمني، قال لك ايه؟ للاسف. ايه؟ يظهر بقى مفيش قدامنا غير الاقتراح اللي قاله لنا الدكتور في الزيارة اللي فاتت.
تقصد العملية؟ هتتكلف حوالي 6-7 آلاف دولار. ده مبلغ كبير قوي. خلاص يا ابراهيم مش لازم، انا مش عايزه عيال. مش عايزه عيال؟ انا فعلا كده ابراهيم. انا ولا يهمك، البركه في دعاء الوالدين. وانا نازل من المعمل قابلت علي الشناوي، فاكره علي الشناوي؟ مش ده اللي كان زميلك في الكليه وما كانش مسيبك ابدا؟ ايوه هو. اتاريه هنا في الامارات بقاله 3 سنين، وانا عمال اسال نفسي الواد ده اختفى راح فين. ايوه بس مال علي بموضوعنا؟ ما هو ده موضوعنا. وانا خارج من المعمل سألني مالك؟ فيك ايه يا ابراهيم؟ قلت له، قال لي ولا يهمك، انا هسلفك المبلغ وسدده بالطريقه اللي تناسبك وفي الوقت اللي يناسبك. معقول؟ مش ممكن، انا مش مصدقه. بس انا مصدق، اصل ابويا عمره ما يكذب. انا فاكر اللي قاله لي زي ما يكون قاله لي امبارح. قال لك ايه؟ قال لي يا ابراهيم وابني اللي يدعي لوالديه ما عمره ينضام ولا يتغلب، ودينا اهو الحمد لله لسه لحد دلوقتي ما اتغلبناش، وبكره ان شاء الله هنجيب بيبي نسميه مصطفى، مصطفى الصغير. ان شاء الله ان شاء الله. خير خير يا دران، مش عوايدك تجي لي هنا؟ خد نفسك بس واهدى. نفس ايه الكلب؟ ما وحشتنيش. انت راجل مؤمن بقضاء الله واللي حصل. اللي حصل ايه الكلب يا دران؟ قدر الله وما شاء فعل. البيت وقع، الراجل صاحب البيت حسبي الله ونعم الوكيل فيه انتهى فرصه التنكيس وجابوا الارض. أنا قلت أجي بسرعة علشان أقول لك، علشان تعمل له محضر ونقوم محامي. شقة تهت في الزحام يا مصطفى، تهت ما حدش هيلحقك. حاجة مصطفى، حاجة مصطفى، طلعني فوق يا درهامي. خلاص عادش ليا بيت، ما بقاش فيه حيطان تضلل علينا وتلمنا. طب ازاي؟ ازاي يا مصطفى؟ ازاي يا سيد الغالي؟ حد يقول لي ان انا بحلم؟ حد يقول لي ان انا في كابوس وحفوق منه؟ يا وحيد الله يا حاجه، ده قضاء الله ومحدش بيهرب من مكتوب. ونعم بالله، ونعم بالله. بس ازاي؟ ازاي يا مصطفى؟ ده انا كنت بعد اليوم بالدقيقة والثانية عشان ارجع له. اتاني اليوم ده بعد خالص، غطس غرق وغرق البيت معاه، وما رحتش رجع له تاني. كيف يا حاجة؟ كفاية بقى، أنا كنت فاكرك أكبر من كده، يعني الناس كلها عندها أشواق، ده إحنا هنحمد ربنا اللي كان لنا بين سطرنا السنين اللي فاتت دي كلها. واتهنى على آخر الزمن، على آخر عمرنا. هتروح فين وتيجي منين؟ هتروح فين وتيجي منين يا رسمية بنت الجوز؟ كلام إيه ده يا حاجة؟ يعني ايه تروح البيت؟ ده ما شيلتكوش الارض اشيلكوا انا ومراتي على دماغنا.
ازاي درغام؟ انت مش بتقول هتسيب بيتك انت الاخر؟ لا متلخلخ بعد بيتنا مولع بيوت ولادي يا سيدي نوزع نفسنا عليهم. لا ولاد انا راحوا فين؟ يلا يا مصطفى كلمهم روح قول لهم اننا قول لهم احكي لهم على اللي حصل لنا اوام. يلا يلا يا اخويا يلا. هيحصل يا حاج آن الأوان عشان ننادي ولادنا يلحقونا قبل ما نتوه في الزحمة. من فضلك عاوز أطلب السعودية جد. النمرة كام يا فندم؟ يظهر إن مفيش حد موجود يا فندم. إزاي؟ ده أنا دايماً بطلبهم في الوقت ده، على الأقل سوسن بتبقى موجودة الساعة دي. محدش عارف الظروف إيه يا حاج، يمكن خرجوا. طب لو سمحت يا فندم تطلب لي النمرة دي أبو ظبي. حاضر يا فندم. ولا دي كمان حد بيرد؟ مش ممكن، ده تالت مره نجربها. ده ايه لما بيرجع من المدرسه ما بيخرجش تاني يا حاج؟ يمكن لسه ما رجعوش. بقول لك ايه، اديني النمرتين دول خليهم معايا، ولا بالليل ارجع المكتب تاني اتصل لك بيهم وابقى اديك خبر. ايوه بس ما بسش ولا حاجه. يلا يلا امال. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين؟ طمني يا درغام. برضه محدش بيرد يا حاج. الولدين الاثنين ازاي؟ دول بقالهم ثلاث ايام، انا بقول يمكن طلعوا رحله. مستحيل، انا متاكد انهم ما لهمش اجازات تاني. طب والعمل؟ هتقول ايه للحاج؟ ما قلت لها خلاص. كذبت عليها وقلت لها ان العيال عرفوا نازلين عشان تطمن وتبطل صح من عينيها. على العموم عينها. او على الاقل نعافيها من القلق اللي احنا عايشين فيه. ولو فعلا زال يا دبراب حاول النهارده كمان يبكي. معلوم انا حضر وراهم لغايه ما الاقي واحد منهم. انا جيت بس النهارده عشان اديك خبر واطمن عليك. مالك يا حاج؟ ايش معاك 50 جنيه؟ قوي قوي يا اخويا. بس اجي 20 جنيه والصبح ان شاء الله اجيب لك. لا 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 خلاص خليهم معاك. ويا بني الله ما هم راجعين يا راجل، اصل انا خلصت الصبح ما كنتش عارف حسابي. خد. طب يا سيدي الشكر. على ايه يا اخويا؟ ده انت اللي خيرك عليا. استاذن بقى ان شاء الله الصبح هفوت عليك اجيب لك خبر كويس. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسمع يا حاج؟ ايوه. لما اخذ يعني الجمعه اللي فاتت بالطلبات ما وصلنيش من حسابهم حاجه. والمطلوب ايه؟ 84 حساب الاوضه و 112 طلبات، يبقى المجموع كام؟ 20 جنيه اتفضل، والباقي بعد يومين ان شاء الله عن اذنك. 20 جنيه 20 جنيه الراجل ظبط معانا جمعتين والثالثه باين له هيسوق في اللابق. مساء الخير. ايه مالك يا سوسة؟ الولاد ناموا؟ انت ما بتسألش غير على العيال وبس. مفيش مرة يا ستة اللي متجوزك ورميك في الصحراء. مالك فيك ايه؟ هيكون فيك ايه؟ ده احنا ما بقلناش هنا غير 5 ايام وبس. لحقت تزهقي؟ بصراحة لحقت ومش زهقت وبس، ده انا طهقت. هو انا ايه يا اخي؟ كلب حراسه مزروعه هنا لوحدي، مفيش حواليا صريخ ابن يومين. مش مدينه جديده ولسه بتتعمر؟ امال هم جايبيننا هنا نعمل ايه؟ انت اللي تعمل عشان دي شغلتك، انت مهندس. انما انا شغلتي ايه؟ اطبخ واحمل العيال واذاكر لهم وافضل حاطة ايدي على خدي مستنيه البيه لما يشرفني اخر الليل. هو انت كنت بتعملي ايه غير كده قبل ما نتنقل هنا؟
كنت في حتة عمرانة بخرج بشوف ناس بشم الهوى. والله دي بقى ظروفنا والإمكانيات اللي عندنا، وزي ما عشت الحلوة لازم ترضي بالمرة. أدي قلتها بنفسك، بس المرة دي مرارتها زايدة قوي، واللي مزودها إن اللي بقى في بيت زي الأول ولا حتى قرشين عشان نحوشهم. برضو الفلوس، أنت ما بتفكريش في حاجة غير الفلوس، مش شايفة حاجة في حياتنا أهم منها؟ لا شايفة، شايفة أني هاخد ولادي وارجع عيش عند بابا، وانت بقى لما تخلص المدة بتاعتك وتخرج بالسلامة ابقى حصلنا على هناك. بتقول ايه؟ ايه يا حاج؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ لا يا هدى. طب افرضي اشترينا حتة الارض دي، بعدين كمل. وحصول عليهم كمان ان كل واحد يدفع اللي يقدر عليه، ونبني اربع شقق في حتة الارض دي ونتلم فيها بقى كلنا. اشمعنى عايزه تبني البيت ده في مدينه 6 اكتوبر بالذات؟ عشان بيقولوا عليها فاضيه وبراق وكلها خضره وجناين وما فيهاش الزحمه اللي بتخنقنا دي وتضيق علينا. هي فكره برضه، على الاقل لما تحبي تنزلي تمشي وسط الجناين لحد يزقك ولا يقولك لا مؤاخذه. يجتك ايه يا مصطفى؟ وانت ما تنساش كلمة اقولها ابدا. انا لو انسى الكلام حنسى صاحبته، وانا لا يمكن اخلي المدعو ده ينسيني حاجة ابدا، حتى لو كانت قد كده 10 مرات. مدعو ايه؟ الله، الزحام اللي بيخلي الواحد يجي يقول الكلمة ينسى ويقول اللي بعدها. هو كان فيه كلمة عاوز تقولها وخفت تنساها؟ اه فيه. طب اديني فكرتك بقى، ايه هي؟ عايز اقول ايه يا حاج؟ انت ناويه تنيمينا من غير سحور ولا ايه؟ يا حاج مصطفى، يا حاج مصطفى بس افهمني. نفهمك يا درغامي، انت عايزها تحس انك كدبت عليها وتعرف ان الاولاد ما عندهمش خبر لحد دلوقتي. يا سيدي ما احنا مسرنا هنعطر فيهم ونقول لهم بعد ما تسافروا بيومين ثلاثة، يعني مش هتحس بأي حاجة. مجرد ما هقول لها إننا رايحين نقعد في بيت أخوك الفاضل اللي في المنصورة، الفرح يلعب في عندك. قول لها إنك واخدها رحلة، هتشموا هوا وتغيروا جو. يعني ما حبكش بقى شم الهوا إلا في الوقت اللي مستنية فيه ولادها يرجعوا. بلاش دي، هتهلها من ناحية مصاريف اللوكاندا. قول لها فرصة نوفر قرشين لغاية الولاد ما يوصلوا، هي مش حاسة بالزنقة اللي انت مزنوقها. وانا مجنون عشان احسسها بحاجة زي دي؟ ده انا راجل بعمل لها اراجوز عشان اخفف عليها مصيبة البيت اللي وقع. بصراحة بقى يا حاج انا شايف انك انت مكبر الحكاية ومعقدها من غير مناسبة. لا انت بتقول يومين ثلاثة بس؟ ايوه، ويكون الولاد رجعوا. العموم هي فكره برضه اهو. ده الكلام، بكره الصبح ان شاء الله اخد عربيه اسافر المنصوره افتح البيت وانضف الشقه على طول كده. مش تستنى بس يومين ثلاثه على ما اقنعها؟ يا راجل نكسب وقت، على ما تقنعها انت براحتك يكون انا وضبت لك الشقه ورجعت بالسلامه. المنصوره وين؟ بيت بيت معتبر وسط الجناين والخضرة والهدوء زي البيت اللي بتحلمي بيه في 6 اكتوبر واحسن كمان. ايوه بس انت قايل ان العيال جايين الجمعة دي، هيجوا ما يلاقوناش؟ لا، ودرغام هيجي يسأل كل يوم في اللوكاندا، واول ما يوصلوا هيتصل بينا ويدينا خبر. على ايه بس نتعب الراجل معانا؟ ادي احنا قاعدين وبجملة اليومين اللي فاضلين. على كيفك، انا كان بس غرضي يعني بغيار جو وتشمي شوية هوا نضاف يغسلوا صدرك. اللي تشوفه يا اخويا، ما دام عايزنا نسافر نبقى نسافر. انت كده هتعمل ايه يا حاج مصطفى؟ انت ما رحتش معاهم ولا ايه؟ مين دول يا ابني؟ واروح معاهم فين؟ انت بتعرفش ولا ايه؟ العزب بتاع سيد رغام. مات
يسامحك. الطريق السريع هو راجع من المنصورة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك ويحسن إليك يا سيد الغالي. يا الزحام الزحام بقى وحش كهذا، ما كفهوش المدينة. يا سليان الطريق السريع ده أضع مكتوب يا أخويا، والأضع مفيش مفر منه إذا كان الطريق زحمة ولا فاضي. يا ترى الحال يغول مخبرني اهتمام. يعني هكون مخبي ايه بس يا استاذ؟ هو انا عندي اسرار؟ يا عم ما انت عارف كل حاجه. طيب تآنس وتشرف، مع الف سلامه. مين ده بقى يا سي ابراهيم اللي يآنس ويشرف؟ ده علي الشناوي، راح لي النهارده الصبح المستشفى قالوا له ان انا خرجت، فجاي يا ستي يبارك بنفسه. بصراحة بقى هو عمل اللي عليه وزيادة كمان، ده وقف جنبك في المستشفى كأنه أخوك. ده بركة دعاء الوالدين. الحمد لله. بس احنا يعني هنفضل كده سايبينهم يدعوا من غير ما نفرحهم ونقول لهم على المفاجأة؟ مين قال الكلام ده؟ أنا اتصلت بيهم يجي حوالي 3-4 مرات، بس ما حدش بيرفع السماعة. بعت لهم تليغراف. أنت؟ يوه زمان وصل لهم. المهم بقى دلوقتي تقومي كده تحضر لنا حاجة حلوة نقدمها للراجل لما يجي. من عينيا يا حبيبي. لا مش من عينيك يا حبيبتي، من الفلوس اللي احنا سلفينها منه. استنى عندك. انت يا سلفندي. حضرتك بتندهلي. الراجل المظبوط هو اللي يحترم نفسه، يحترم سنه، مش يبقى كبارة وشيبة ويدور يبرم وينصب على الخلق. حضرتك بتوجه ليه أنا الكلام ده؟ أمال لخيالي؟ سيادة المعلم خزمانة صاحب النقابة. أهلا يا مرحبا. قول لي يا أخوي، حد قال لك إن فاتحها شؤون اجتماعية؟ ما تخلوا عندكم شوية أحمر وتدفعوا تمن النومة والطلبات اللي بتسفحوها. ده من فضلك كلمني بطريقة أحسن من كده. لا طريقة ولا شفيقة. الفندي ده حسابه كام يا واد؟ 196 قديم و106 الأسبوع الجديد. يبقى 302 والاثنين قبل ال 300. تسمح؟ أيوة طبعا، بس ما دام دخلنا في البسبسة يبقى بعد يومين، واليومين هيجروا وراهم يومين تانيين. مش هما دول الكلمتين اللي ما بنقبضش غيرهم من اللي زيك؟ لا يا حضرت، حقك هيوصلك على داير مليك. ومستني ايه؟ ما تلاقيني عليه. ايوه مستنى اما ولادي. ده محروس. اوام محروس في التمام. اؤمر يا معلم. شوف شغلك يا محروس. من عناية. يا مؤاخذة، هو محروس هيعمل ايه؟ ايوه دي الوحده اللي بتخبط. ايوه حالا. نعم. ايه ده؟ حيلك حيلك وتعمل ايه يا دجاجه؟ زي ما انت شايفه كده يا حاج. زي ما انت شايفه يا خي. هو يا حاج مصطفى يا صاحب اللقنطه. صاحب اللقنطه هو اللي قايل اعمل كده. سلام. لا أنا الحين مولي. طيب في البيت اللي زرته كل الكلام اللي قلته هو لك ما كدبتش فيه بحرف واحد. أنا عارف إنك ما بتكدبش، لكن عدم المؤاخذة أنا ماليش صالح بظروفك. أنا كمان عندي صوت، بدفع ثمن المية والكهرباء وأجور الموظفين والعمال، وفوق ده كله الضرايب. طب اديني فرصة 48 ساعة. إن ما خدتش حقك بالكامل ابقى اعمل اللي انت عايز تعمله. ايه ده؟ ده دوني. قصدك مقدم حق اللي انا خدته بدراعي. ما اشوف بقى خفيف بعد 48 ساعة
لو ما خدتش حقي بالكامل هبلغ الحكومة تجيبهولي. يا حبيبتي يا مصطفى، تجري معايا البلدان كلها وتقول للعيال جايين؟ أتاريهم تاهوا في الزحمة زي احنا ما تهبنا. يا ستي محدش تاه ولا حاجة، الحكاية وما فيها إن أنا الحكاية بانت وتعرف آخرتها. كان لنا بيت وعزوة، دلوقتي بقينا متصمدين هيودونا الجمال. بنقول بس يا رسمتي، ما توحيد اللهم مات واديني فرصة عشان أعرف أفكر. هي دي عكسها تفكير العيال، العيال لازم يبان من حقود قبل ما تتقل قيمتنا أكتر من كده وياخدوا الهدوم اللي عليه. أنا كنت رايح أعمل محاولة وأكلمه، هو الراجل أبو قلب ميت الله يسامحه بقى، هو اللي عطلنا. ونستني. يلا يا أخويا يلا. اضرب الارض وتحصل عليهم، خليهم ياخدوا اول طياره وينزلوا، قول لهم ان ابوك وامكم ياما فطربوا عليكم، ودلوقتي مستنيين ايديكم اللي مش هترحمنا غيرها، وتلاقينا وسط الزحام. يا رب، مش حاول غير يا رب. انت وحدك صاحب الطريق المسحوم، وانت وحدك اللي هتفضلنا مكان فيه. الو، ايوه يا بابا، ازيك وازاي ما ايه يا خبر؟ طيب ثانيه واحده هصاحب ريم حالا. لا مش وقته يا بنتي، المده هتخلص وانا طالب مده واحده. حاضر حاضر يا بابا، مفهوم. طب طمن حضرتك، مع السلامة. ايه دي هنا؟ ازاي كده ليه؟ مين على التليفون؟ مصيبة، مصيبة يا ابراهيم. يا ساتر يا رب. لازم ننزل مصر حالا. ابراهيم انت فين يا ابراهيم؟ بعدين يا رجائي بعدين يا اخي، مش وقته. اتصلت بالاداره والنبطشيه هي اللي ادتني النمره ديت. المهم دلوقتي لازم ننزل مصر فورا. وامتى حصل ده كله؟ ها ها. ايوه ابراهيم، بس الوقت مزنوق قوي. اتصرف يا رجائي اتصرف. مش هيوافقوا؟ انا شخصيا لو موافقوش على اجازتي هقدم استقالتي. دول بابا وماما يا رجائي، محتاجين لنا يا اخي. فاهم يعني ايه محتاجين لنا؟ الطياره ما عليهاش ولا مكان فاضي. ارجوك انا لازم اكون في مصر النهارده، ممكن بكره على الويتنج ليست. ويتنج ليست؟ يعني استنى لحد بكره واحتمال كمان ان انا ما اسافرش؟ ده اللي في ايديا، وزحمه الاجازات لسه ما خلصتش وكل الناس اجازه. ايه الزحمة دي؟ خدنا عليها ليه؟ ربنا يرحمنا وفكها علينا. الحاج مصطفى السعداوي لو سمحت. تكونش سيادتك ابنه التاني؟ هو في حد جاله قبل كده؟ ابنه الكبير وتوقف خارج من دقيقة واحدة عشان يحصلها. يحصلها؟ يحصل ايه؟ عربية الحكومة لا مؤاخذة. اصل المعلم بلغ الحكومه وجت خدت الحاج والحاجه. Stop it!
يا حاج مصطفى يا بابا يا بابا يا حاج مصطفى يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا